مشاهدينا، الصوت هو الوسيلة الأسهل للتعبير والوسيلة لنطق الحروف والتواصل اللغوي الصحيح، ولكن الصوت قد يتعرض أيضا لمشاكل، وهو ما يظهر في بعض الأحيان على شكل بحة صوتية أو اضطرابات في الصوت. أسبابها مختلفة ومتنوعة، فبحة الصوت عبارة عن انقطاع في الصوت ويظهر من خلال أعراض متنوعة، منها ضعف في جودة الصوت أو صعوبة في إخراج الصوت أو فقدان الصوت أثناء الحديث، مع شعور بعدم راحة في الحلق وغير هذا الكثير. وحول الموضوع سعدنا أن نستضيف ويانا أخصائية نطق وعضو في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان السيدة مريم سيف. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا بجودك ويانا اليوم يا مريم. أهلا بكم أستاذة مشاهدي. يا هلا فيك. طبعا بداية، البحة الصوتية هي متعارف عليها أكثر، البحة الصوتية، ولكن لغويا هي البحة الصوتية، وهي طبعا يعني جودة أو مرتبطة أكثر بجودة الصوت. خلنا شوي نعرف السادة المشاهدين ما هي البحة الصوتية بالفعل. هنقول تعريف بسيط قوي للسادة المشاهدين، هو أي خلل يحدث للأحبال الصوتية ويؤثر على جودة الصوت. نشرح مع بعض التفاصيل ببساطة. يعني إحنا عشان نتكلم لازم من مصدر صوتي. مصدر الصوتي محتاج لهواء، الهواء ده إحنا بنستمده من الرئتين. مصدر الصوت هما الحبلين الصوتيين. الحبلين الصوتيين هما عبارة عن حبلين موجودين طبعا في الحنجرة، متجاورين مع بعض، بيكونوا مصدر للصوت. بحركتهم بيصدر الصوت اللي احنا بنتكلم بيه. بتيجي أعضاء النطق اللي هي الشفتين واللسان والفكين والأسنان، هم بيشكلوا لي الصوت ده إلى كلمات. في فقراتنا السابقة احنا كنا بنتكلم على تأخر اللغة والاضطرابات النطقية. النهاردة بنتكلم على جودة الصوت. لو الصوت فيه مشكلة في الجودة بتاعته طبعا هيأثر على الفهم للمحيطين بينا. إذن جودة الصوت بتلعب دور مهم. الجودة بتاعة الصوت لو ما كانتش واضحة أو بنتكلم بشكل طبيعي، المحيطين بينا مش هيتم فهمهم لينا بشكل صحيح. صح، دي بيكون البحة الصوتية. البحة الصوتية. طب اليوم الأسباب لهذه البحة الصوتية، يعني طالما أننا نستمد الهواء من الرئتين، هل له علاقة بالرئتين ولا في أسباب أخرى قد يحدث على إثرها هذه البحة؟ البحة الصوتية بيكون تأثيرها في أي خلل في الحبلين الصوتيين. قد تكون نتوءات، قد تكون أورام حميدة، قد تكون التهابات فيروسية أو بكتيرية، قد يكون أثناء عملية جراحية أثرنا على العصب اللي موجود عند الأحبال الصوتية، ده من أثناء الجراحة يعني. ده بيلعب دور مهم في جودة الصوت. التدخين السلبي والإيجابي بيلعب دور كبير قوي في تأثيره على جودة الصوت. دي بتكون الأسباب العضوية. قد تكون أسباب نفسية. نعم. الصدمة العاطفية، الصدمة النفسية. ويمكن جات لي حالة إن في حصلت حالة وفاة قدامها، حماتها كانت موجودة معايا، بعد ما حماتها توفت ده أثر على جودة صوتها. السبب النفسي، الإجهاد الصوتي. وطبعا معظم المدرسين، المذيعين، اخصائيين التخاطب بنتاثر. نحن اكثر عرضه يمكن استاذه مريم. نعم. الاجهاد الصوتي، الصراخ، سوء استخدام الصوت كويس، البكا باستمرار بصوت عالي، الهمس بيأثر كتير على الاحبال الهمس الصوتيه كذلك. الهمس الهمس بيأثر كتير على الاحبال الصوتيه. التلوث ده بيلعب دور مهم في التأثير على الأحبال الصوتية. نعم. طب يعني اليوم يعني أستاذة مريم، يعني نحن يمكن كأخصائية نطق، هل له علاقة كذلك بتأخر النطق ولا لا؟ لا، ما لهوش علاقة. احنا قلنا عشان نتكلم بيكون عندي مصدر للصوت اللي هي بتكون الأحبال الصوتية، مخارج للأصوات اللي هي زي ما قلنا شفتين واللسان والأسنان والفكين. اللغة بتكون حصيلة لغوية، مصطلحات حلو. لغوية موجودة عندك. حلو. عشان أصدر صوت أنا بتواصل معاكي دلوقتي لغويا، ممكن أتواصل معاكي بالإشارة، أتواصل بالكتابة. عشان أتواصل مع حضرتك لفظيا لازم في صوت. فهنا ملهوش علاقة بين التأخر النطقي أو الاضطرابات النطقية أو التأخر اللغوي، ولكن جودة صوت بتأثر على فهمي للكلام اللي بيصدر مني. حلو. طب خلنا شوي نتكلم كذلك كيف الحل أو شو الحل. هل هذه البحة تتم ويا الشخص فترات طويلة أو يتم علاجها؟ وهل تختلف ما إذا كان أثرها أو هي نتيجة صدمة أو نتيجة فيروس ولا لا؟ بتختلف طبعا من حالة للتانية ومن سبب للآخر، لأن زي ما قلنا الأسباب هي كتيرة. أكيد. كل سبب بنتوجه بيبقى أخصائي النطق مع مين. يعني مين المختص اللي هيتعاون معايا لحل المشكلة دي. نعم. إذا كان السبب عضوي بالضبط لازم أتوجه للطبيب المختص. نعم. في أكتر من طبيب طبعا بيكون مختص في الموضوع. إذا كان السبب نفسي لازم أتوجه لأخصائي النفسي. إذا كان السبب بيئي بنشوف. إذا كان فيروسي قد تكون مستمرة أو تكون مؤقتة. لو كانت مؤقتة خلاص بتزول،
بشكل مؤقت. كلنا بنتعرض لنزلات برد وبنتعرض للبحة الصوتية. أكيد تكون عارض يعني. بالضبط نعم. كده وتزول بزوال السبب يعني. نعم. أما إذا استمرت أكتر من 3 أسابيع لازم نتوجه ولازم نبحث في الموضوع. قد تكون النطقات موجودة بشكل صغير بيتم التدريب بها مع أخصائي النطق وبيتم التكيف ويسترد صوته بشكل طبيعي بالتمرينات اللي احنا بنديها له. نعم. اما اذا كانت النطقات كبيره لا بنتوجه طبعا لعمليات جراحيه لاستئصال النطقات دي، وبعدين ما بيقفش الحل عند هنا وبس، بيستمر مع اخصائي النطق كمان. في حالات تتم فيها هذه البحه مدى الحياه؟ ما شفتش انا الى الان، لا ما شفتش، لان طالما السبب ازالته خلاص اذا مع التدريبات النطق بيتم العلاج. لكن انا الى الان لا، الحمد لله كل الحالات اللي جات لنا الحمد لله يعني تم شفائها. طيب والاطفال استاذه مريم، هل ايضا يصعب يعني حل مشكلتهم لانهم لا يستطيعون التعبير اكثر عن اللي هم حاسين فيه مثلا، ولا ما تعرضوا لمثل هالحالات مختصه فقط بالاطفال؟ لا، في حالات طبعا، الحالات البحه الصوتيه هي خاصه بالصوت، والاحبال الصوتيه موجوده عند الصغار وموجوده عند الكبار. لا. لو احنا اسأنا استخدامها في الصغار هتاثر، ولو اسأنا استخدامها في الكبار هتتاثر، او الاسباب اتعرضت ليها الصغار هتتاثر معاهم برضو الاطفال. لكن بيكون العلاج في التدريبات أصعب من الكبير. الكبير بيكون البالغ، حل المشكلة يمكن يكون أصعب شوي عند الصغار. بالضبط. نعم. بيكون البالغ متفاهم، عارف تدريبات، ملتزم بالتعليمات اللي احنا بنقولها. الصغير إلى حد ما بيحتاج منك مجهود عشان توصليه لتحقيق الهدف اللي انت حطاه مش اللي هو بيسعاله. البالغ بيجي عنده هدف عايز يتعالج، الصغير مش فاهم. لكن أنا بكتشف الصغير من نبرة صوته، الكواليتي بتاع صوته، بتاع الصوت عنده، بحيث ان هو فيه البحة، فبالتالي بحثت وفحصت لقيت ان هو محتاج الى جلسات نطق. التفاعل مع طفلي هنا بيكون اصعب شوية، لان من ضمن العلاج ان انا اريح الصوت، اريح الصوت انه ما يتكلمش كتير، ما يصرخش كتير، ما يبكيش بصوت، ما يسيئش استخدام الحبال الصوتية بتاعته. التحكم في الطفل وصوت الطفل هنا اللي بيكون فيه صعوبة أكتر شوية. نعم. فبيحتاج مهارة من الأم، مهارة من المحيطين، مهارة من الأخصائي إن هو يقدر يسيطر عليه. بيسيطر عن طريق إيه؟ نقدر نلعب مع طفلنا ألعاب لا تحتاج للكلام. حلو. زي إن احنا نعمل مكعبات، إن احنا نلون، إن احنا نرسم، إن احنا نلعب بالصلصال، إن احنا نلعب بالكورة، أي لعبة ما تحتاجش إلى الكلام لفترة زمنية تكون أطول شوية. حلو. بحة الصوت هل ممكن أن تتطور عند الأطفال خاصة الذين يصرخون بصوت عالي ومرتفع لمرحلة قد يختفي فيها الصوت نهائيا لديهم؟ في حالات الديسفونيا اللي هي بتكون البحة الصوتية، الأفونيا اللي هي بتكون completely loss of sounds، يعني الصوت يختفي نهائيا. بالضبط. بالضبط. في حالات طبعا لأن بدأت عنده بالبحة الصوتية ودرجتها بتكون بسيطة، فضل يستمر في السبب اللي هو إساءة استخدام الأحبال الصوتية، طبعا ده أدى إلى تدهور الحالة وأصبح إن هو الصوت اختفى تماما. شو الحل لهالمشكلة بعدين؟ الحل إن احنا بنشوف السبب الأساسي إيه. عملنا، أخذنا الهيستوري، التاريخ المرضي بتاع الحالة، وعرفنا ان السبب ان هو الطفل اصبح يصرخ كتير او يبكي كتير او يستخدم صوته بشكل غير سليم بفترات طويلة. نبدأ نحد من السبب. كمان لازم اودي عند دكتور انف واذن وحنجرة عشان يعمل لي منظار على الاحبال الصوتية، يشوف هل السبب عضوي ومحتاج لتدخلات طبية وجراحات ام لا. بيكون بالتواصل بيني وبين دكتور الانف واذن الحنجره بنقدر نتواصل في وضع الخطه. لو محتاج دواء الطبيب بيدي دواء، لو محتاج عمليه بيعمل له العمليه، في نفس الوقت بيكون بالتدريبات الصوتيه اللي احنا بنديها له. نعم. يعني خلينا نعطي مثل شائع اكثر شيء، نحن نعرف ان الاطفال في سن صغيره يقومون بالصراخ بصوت عالي ومرتفع، يعبرون بصوتهم بشكل كبير، وبالتالي في بعض الاحيان قد يختفي او يصابون ببحه، وبعد البحه هاي يكون عندهم اختفاء في الصوت. في هذه الحاله استاذه مريم، الوقت المطلوب لاستعادة هذا الطفل لصوته شو تكون؟ أنا الأول ما اسمحش لطفلي إن هو يوصل للمرحلة دي. ده أهم من كل شيء، وزي ما قلنا في كل فقرة قبل كده الاكتشاف المبكر بداية العلاج، الوقاية دائما، والوقاية وبداية خطوة العلاج إن أنا أكتشف إن طفلي عنده مشكلة. خلاص دي بداية العلاج عندي. طبعاً. بالنسبة لي لو حسيت إن طفلي بدأ يعاني من البحة الصوتية وكانت الفترة الزمنية بسيطة أو لسه بادئة، في ايدي العلاج ان انا ما اعرضهوش الى زياده البحه دي الى ان يختلف الصوت نهائيا. اما اذا وصلت للمرحله دي فلازم اتوجه
دايركت على طول مباشره للطبيب المختص الاخصائي النطق ان انا اوقف بيها ده. طبعا عدم الشرب المواد الشاي والقهوه لان دي بتسبب لي جفاف في الحلق، وجفاف الحلق بيؤدي لي الى زياده البحه الصوتيه. ده. التدخين السلبي ان ما يقعدش طفلي جنب حد عنده بيدخن، ده هيأثر عليه. ان هو يشم التلوث البيئي الاتربه، ده طبعا خطا ان هو بيأثر على الاحبال الصوتيه بتاعته. كثره البكاء، ان ممكن اقعد احكي قصه لطفلي واقول له دي انت لو صرخت بصوت عالي هيبقى صوتك مش حلو، لكن لو انت استخدمت صوتك بشكل طبيعي كويس مريح لاحبالك الصوتيه هتقدر ان انت تغني في المدرسه، هتقدر ان انت تقول نشيد في الاسامبلي في طابور الصباح، هتقدر ان انت تتواصل بشكل حلو. الوسيله بقدمها لطفلي النصيحه بتلعب دور مهم جدا، لكن لو قعدت اقول له انت بتصرخ كده ليه، انت صوتك مش حلو، انت الطفل طبعا هيعاند وهيستهلك صوته اكتر وهيؤدي الى البحه الصوتيه او لاختفاء الصوت. نعم. طيب استاذه مريم، شو الاجراءات الاوليه التي يجب ان نقوم بها اول ما نشعر ان في بحه بالصوت؟ لو مثلا فرضنا ان طبعا السبب مش نفسي، نحن نقول الاشياء اللي هي يعني كومن اكثر او الموجوده اكثر، يعني لو مثلا سوى عندنا بحه في الصوت، هل نتوجه لشرب اشياء ساخنه مثلا؟ هل في اشياء معينه كالعسل وغيرها من الامور التي يجب ان نتناولها بشكل مستمر؟ شو ممكن نقوم او شو نصيحتك في هذا الإيه؟ لو السبب عضوي فيروسي، نعم. ان هو في فيروس، لو سبب بكتيري، لو سبب ان انا كان عندي نزله برد وعرفت ان في الحاله دي اوكي بعمل اللي حضرتك قلتي عليه، الشرب الاشياء الدافئه، ابعد عن الشاي والقهوه، التدخين السلبي ابعد عنه، الاتربه، اجهاد صوتي ابعد عنه، ممكن اخد اجازه من شغلي يومين ثلاثه في حين ان انا اريح الاحبال الصوتيه عشان الحاله ما تتدهورش الى اكتر من كده. النفس من البطن، لازم اتنفس من بطني مش من الرئتين، ده بيكون عن طريق ان انا بملى البطن بالهواء، ان انا باخد زفير قوي وبحاول ان انا اطلعه في صوره فاولز، الحروف المتحركه اللي هي او اي كده، بشكل من 15 ل 25 ثانيه، واكرر التدريب ده يوميا، هيعمل لي راحه لصوتي. حلو. مع ان احنا تجنب طبعا الصراخ والزعيق او الهمس، هنا مهم جدا جدا ان عدم الهمس اثناء البحه الصوتيه، لان ده بيزيد ارهاق الاحبال الصوتيه عكس ما احنا عارفين. نعم. يعني احنا بالعاده نهمس بالزبط. عندما يختفي الصوت خطر، صح؟ ده خطر كبير كمان، ان النحنحه اللي هي والفم مقفول زي دي خطر، لانها بتجهد الاحبال الصوتيه قوي، اوريدي الاحبال الصوتيه عندي مجهده. نعم. انا كده بزيدها اجهادا. طب شو الحل؟ كيف ممكن يعني المفروض نريح صوتنا نهائيا؟ نريح صوتنا على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، ولما نتكلم ما نعليش صوتنا قوي وما نهمس، نخلي صوتنا في الدرجه المتوسطه ومش باستمرار، يعني ممكن اقول جمله بسيطه جدا اللي هي الكلام ما قل ودل. نعم. على الاجابه اللي حد سالها لك مع الراحه بيستمر. حلو. اما اذا كان الموضوع تعدى الاسبوعين والثلاث اسابيع، لازم اتوجه لطبيب مختص طبعا. حلو. انف واذن وحنجره او لاخصائي تخاطب. حلو. او نفسي طبعا اذا كان السبب نفسي. اكيد طبعا. احنا شاكرين جدا وجودك ويانا اخصائيه نطق وعضو في جمعيه الامارات لحقوق الانسان السيده مريم سيف، شكرا لهذه النصائح، واكيد نتمنى ان يكون الجميع استفاد اليوم من هاي النصائح. شكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا.